أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخاطبكم من مقر جمعية أصدقاء المرضى بعين الملح. يحضر معي بعض أعضاء الجمعية ومجموعة من خير شباب عين الملح للمساعدة في إيجاد حل لنقص الأكسجين. كما نعلم، نحن في حالة حرب مع هذا الوباء الكبير، هذا الوباء الخطير. إذن هذا وقت الجد. مستشفى عين الملح راهو عنده منذ 18 يوم لا يتوفر الأكسجين. المرضى راهم يحولوا فيه من المستشفيات بوسعادة وسيدي عيسى ومسيلة، وهذه المستشفيات راه تعاني كذلك من التشبع. يعني المريض، تصور المريض هنا في عين الملح يعني يؤتى به إلى مصلحة الاستعجالات يقول ما كاينش الأكسجين، ما العمل؟ إذا لازم نحولوه إلى بوسعادة، وهو يعاني من يعني من نقص الأكسجين. يعني تصوروا ذيك الحالة الكارثية. أخرها الحالة تاع البارح، المريض ربي يرحمه وعطيه الأخضر وتوفي، يعني كذلك حول إلى بوسعادة، وتصوروا هو يعاني من نقص الأكسجين مسافة 50 كيلومتر. احنا ماذا بينا نتحل المشكل هذا إن شاء الله بجهودكم، تضافر جهودكم يعني والجهود المحسنين. علاه؟ هذا هو وقت الجد. إذا يعني هذا هو يعني الناس، لأنه علاه نحن نمر بمرحلة تاريخية، مرحلة حاسمة في حياة الأمة. كل واحد واجب عليه أنه يقوم بواجبه، وخاصة يعني اللي ربي يعطاهم يعني سعة من المال، هذا هو الواجب اللي راح يجاهدوا به يعني بأموالهم الآن. إذا قلت احنا رايحين نقتل، نحاول اليوم نطلقوا مبادرة لشراء آلة، هذه آلة يعني المولد اللي مولد الأكسجين وضعها في مستشفى عين الملح، على الأقل تقوم لنا ب 20 ولا 25 مريض. وإذا ما قدرناش، ما وصلناش المبلغ، ما وصلناش، على الأقل نشروا خزان يكون احتياطي. ولكن واجب الآن، هذا واجب لنا التدخل. إذا قلت هذا وقت الجد. أصحاب يعني رؤوس أموال، هذا يعني حق يعني من حقوق يعني الفقراء، حتى يعني حتى من الناحية الشرعية، راهو الزكاة تقدر تخرج الزكاة تاعك يعني في يعني زكاة العام الماضي تقدر تخرجها الآن. إذا الآن نبعدوا على يعني ننسوا خلافاتنا، ننسوا حنايا بالنسبة لنا كأصدقاء المرضى وجماعة الحاضرين. المهم هذه المبادرة تدار. المهم حنايا الآلة هذه، حنا اللي جيبانا واللي سأل فيها أهلا وسهلا به، ماهيش حكر علينا حنا والله. المهم هذه الآلة الناس كامل يخموا فيها باه نجيبوها، باه ننقذوا خاوتنا. الناس كثير من الناس راهم باعوا سيارات من أجل باه يقتني هذيك الآلة الفردية ب 40 مليون 50 مليون. هذه الآلة هذه راح نجيبوها للجميع. واحد ما عارف شكون راح يمرض، يعني لان على هذا المرض الخبيث هذا يهاجم يعني الصدر والجهاز التنفسي ويعطل الجهاز التنفسي. والحمد لله احنا الان نصحاء، ممكن عشوه قدوه نكون نمرضوا، واحد ما عارف. اذا انت كي تساهم ب 10 ملايين ولا 15 مليون، احنا يكون يعود عندنا 150 واحد 10 ملايين 10 ملايين، هي مليار ونص. انا جبنا الاله هذه. اذا واحد ما عارف، يعني انت كي تمد 10 ملايين راح يعني راح اول حاجه راح تحميك، وان شاء الله ربي الله يبعد عليك هذا المرض هذا. وثانيا اذا احتجت يعني تخسر 10 ملايين، ما تخسرش 60 مليون، ولا ممكن حتى الانسان ممكن حياته تضيع هكذا. اذا الله اهيب بكم ان تهبوا الى هذه الحمله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احبكم الى الله انفعكم للناس، احب الاعمال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوضع يعني هذا السعي هذا، لانه علاه لله هم لباس عليهم قادرين يتحصلوا على هذه الالات، ولكن وينهم اللي مشغلهم الفقراء؟ مش قادر يتحصل على اله فرديه، اله الاكسجين هذه. فانت راح تساهم فيها على يعني ارامل، راح يستفيدون ارامل وفقراء ومساكين. اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السعي على الارمله والمسكين،
كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل صائم النهار. شوف ذاك الاجر العظيم، يعني كي تسعوا لهذا الفقراء هذول ونوفروا لهم هذه الاله، هذه الاله الاكسجين، فراك عندك اجر تاع مجاهد في سبيل الله ولا قائم. اذا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، اذا كذلك راح يتسبقوه مع هذا الوباء العظيم الخطير. هذا الانسان ممكن الانسان ينوض الصباح وممكن العشوه ما يوصلش للعشوه، لانه علاه؟ ومن بعد واش فائده الاموال اللي يخليها الاموال طائله؟ واش فائده يعني السيارات وهذه والعقارات اذا كنت راح يخليها، ولا اذا كان المجتمع هلك، واذا كان الناس ماتت؟ اذا هذا راه وقت جد. اذا والتاريخ والله سيذكر لكم، والله سيذكر لكم هذه الخصله باللي عينها متوحدوا وشراوا الاله هذه. احنا ان شاء الله رايحين نقصدوا الناس يعني اللي ربي يعني اكرم يعني وانعم عليهم يعني بفضله، فراح نقصدوا يعني ابناء عين معهد الحقيقيين. وحنا كي نتكلموا على عين معهد، دائره عين معهد القديمه كامل، المستشفى هذا راه فيه 240 سرير، وراه كل المرضى، راه يستقبل المرضى تاع عين الريش وتاع سيدي محمد وتاع عين فارس وتاع عين القراب وتاع محمد بوضياف وبير فضله، ماهوش قاع عيننا هنا. اذا هذه العمليه راه معني بها كامل بلديه الدائره. ان شاء الله نقصدوا يعني كبار البلاد، كبار هذه الاعراس هذه في هذه المناطق، وان شاء الله يساهموا. وقلنا تتحسب لهم، لا، لان قلنا هذا هو وقت الجد، هذا هو وقت، رانا في وقت، رانا في مرحله فيصليه. اذا لازم يعني نهنوا هذ الناس، والله راهي مشكل بيني. وتشوفوا الصور، تشوفوا الفيديوهات، بارك في بوسعاده كاين 90 مريض، اربع وفيات في الليل، قال هذه الوفيات تاعينا عينه. مصلحه الكوفيد راه مغلقه منذ 18 يوم، راه منذ ايامات وهم يحولوا في المرضى، يحولوا فيهم المستشفيات الاخرى. والكارثه يعني والمصيبه ان المستشفيات الاخرى متشبعه، معناها تلحق مريض جيف قول له يا ودي اعطني يعني حسوه تاع اكسجين، يقول لك ما كانش، لأن راه عندي المرضى اللي عندي يكفيه. وإذا واش يدير؟ يخلوه يموت في سيارة الإسعاف. إذا إن شاء الله احنا نعاونوا نجيبوا هذه الآلة إن شاء الله، ورانا في صراع ضد الوقت، يعني لأنه علاه كي نديروا الطلب على هذه الآلة، راه الفترة فترة 15 يوم ولا هكذاك باش يجوا يركبوها. إذا ما عندناش الوقت، لازم كل واحد ما ينتظرش الآخرين، كل واحد يبادر ويشوف يعني ويقدم يقدر عليها. احنا ان شاء الله كنا اليوم مجموعه يعني من الخيرين اللي هما اصحاب رؤوس الاموال يتكفلون بها مجموعه. وعلى كل حال اللي يحب يتصل بالجميع، الجميع راه فاتحه صباح مساء، واعضاء معروفين لدى الجميع. رايحين انا ننشروا رقم الحساب البنكي اللي يحب يتصل، اللي يتصل واللي يساهم راه يوجد وصل يسلم له المبلغ. وان شاء الله ان شاء الله قطره مع قطره الودان. هي صح بان قضيه الملايير وقضيه يعني باللي راه مليار ونص ولا مليار و600 صعيبه، ولكن ماهيش سهله. نبشركم، احنا البارح واحد الاخوه اتصل وقال يعني وان شاء الله يعني ربي يجعلها له في ميزان حسناته، راهو قال لنا عليه 100 مليون ونزيد مع صحابي نزيد، راه على الاقل ممكن يزيدنا 100 مليون، معناها في الانطلاقه راه عندنا ربما 200 مليون، وان شاء الله نزيدوا نقصدوا مجموعه من اهل الخير. يديرها سيدي، يديرها سياره سيدي، سياره حافد به سياره هو يصوب يعني، وقع على حادث وسيارات يعني ذوك التالي من السيارات راه 150 مليون 200 مليون، وهو نجاه الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس والله يوصل يعني يجي يعني يوقع لهم حوادث هذه ويعاود يدير زرده ويدير، لانه ربي يحفظه وراحت هذيك 150 200 مليون. يا سيدي يدير روحه ربي يحفظه، راحت هذا الشاحنه ولا هذه السياره. اذا ندائي كذلك اللي راهم في المهجر، اللي راهم في الغربه، هذا الوقت يحتاجكم فيه عين ملح، ويحتاجكم فيه الوطن تاعك، ماهوش قاعدين الجزائر كامل. باه تساهموا ان شاء الله، ننتظر منكم مساهمه فعاله. انا جربناكم، عهدناكم في تجارب سابقه، راه ماهيش صعيبه. اذا اهل المهجر كذلك ينظموا بعضهم، اللي راه في الغربه خاصه في فرنسا ينظموا بعضهم ويعاونونا بالمبلغ اللي يقدروا عليه. وانا نقول لكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في خلال 3 ايام 4 ايام نجمعوا المبلغ هذا، يعني على الاقل قلنا مليار ونص، لان راحين يخفضونا احنا كجمعيه، يخفضونا 200 مليون وهكذا. ولكن احنا نبداو، واذا ما قدرناش كامل نشروا سهرين، هذاك تاع عندنا احتياط خزان تاع المستشفى اللي راهي 6000 ولا 7000 لتر من الاكسجين، ونزيدوا خزان واحد اخر على الاقل تكون عندنا ميزة سهر. ما يكونش كما الان اليوم رانا في مشكل. اذا ضروره قلنا باه نفكروا. قلنا كثير من الناس راهم يعني هذه راح تبقى الاجيال، وراها صدقه جاريه، لانه الانسان يبقى الفضل تاعها حتى الانسان يموت. وقلنا وخاصه في هذه النهارات، والله واحد ما ظن بلي يعيش، هم شباب يموتوا كل يوم، هم اغنياء يموتوا. اذا تبقى لك صدقه جاريه اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به،
ويعني صدقة جارية وولد صالح دولة. إذا الصدقة الجارية كثير من الناس راهم ماتوا في هذا يعني إن شاء الله نعدنا، لأنه علاه المولى سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، هذا ديننا، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم. إذا فيعني إحنا المسلمين وخاصة في هذه اللحظات نحاول إن شاء الله نبينوا الناس هذو اللي راحين يعاونوا، نذكروا أسماءهم بيكونوا قدوة للآخرين، راحين نقصدوهم وراحين نصوروهم وراحين نبركوا عليهم، يعني مجموعة من الخيرين ويكونوا إن شاء الله قدوة للآخرين، مثل ما الحاج أحمد خليفة ربي يرحمه ونذكر وهذا ربي نترحموا عليه، راهو يعني داير خير كبير للمنطقة، وسيارة وزكاة يعني وصدقات وقفة رمضان هو مات، ولادته راهم خير خلف خير سلف راهم مواصلين، إن شاء الله نقصدوهم إن شاء الله ويعاونوا في هذا الباب هذا، لأن بلاد محتاجتهم، كل واحد عنده دوره راهو بلاده محتاجته، نقصدوا إن شاء الله نور الدين بن عزوز في 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 الجلفة، نقصدوا جبل نايل في بسكرة، نقصدوا جماعتنا في كل مكان، كل أهل عين منها اللي راه من منطقة عين منها وفيهم الخير وفيهم إن شاء الله راحين نقصدوهم علاه بان حقوا هذا المشروع. قلنا ويجب علينا أن نهبوا جميعا، نتذكروا هؤلاء الفقراء وهؤلاء الناس اللي راهم والله العظيم يعني الإنسان ما يفكر فكره يعني ما يصاب الله يجعل المؤمن يصاب به، رانا جربنا هذا الكوفيد هذا والله غشي عجيب، وخاصة في المشكل قلنا مشكل الأكسجين، كون جا مرض ولا قالوا يصبر عليه نصبر ونريحوا في ديارنا ورانا نداو، ولكن كي تحتاج الأكسجين وين تراه؟ واحد ما عارف وين تحتاج الأكسجين. إذا نرى معايا قلنا مجموعة من الشباب الطاهر من شباب عين ملح، إذا كانوا حبوا يقولوا كان ما عنديش حاب نطول أنا كثير ياسر، المهم الحوصلة هي أننا نبداو هذا المشروع وننجحوا فيه إن شاء الله. تخونني الكلمات ولكن إحنا قلنا الوقت راهو اللي داهمنا، إحنا رانا في حالة حرب، المهم هذا المشروع احنا ما يهمناش منا اللي يديروا ماهوش لازم اصدقاء المرضى والله، المهم المشروع هذا يصلح ونقتني هذه الاله، ورايحين نبداو من هذه الساعه رايحين نبداو ان شاء الله ونحاولوا ان شاء الله بنشروا هذه الاله هذه، ربي ان شاء الله يوفق الجميع، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا الداء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ارفع عنا هذا الوباء، ارفع عنا هذا الداء، يا رحمن يا رحيم. واترك الكلمه لبعض الجماعي لمن اراد ان يتكلم، المهم هذا هي الخلاصه، راني نتكلم بالنيابه عن الجماعه، ما نطولش عليكم ان شاء الله وموفقون ان شاء الله، ننتظر تاعكم المساهمه تاعكم، كونوا في الموعد وربي يحفظكم ويحفظ اهاليكم ومن كل مكروه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.